البداية مشاهدينا الكرام مع نادي الخريجين بصنعاء والذي تم تداوله خلال الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع تناول المنشورات والكثير من الأحداث بسبب ما قام به نادي الخريجين. نادي الخريجين مشاهدينا الكرام هو أداة بيد الحوثيين لقمع الحياة في الجامعات الخاضعة لسيطرتهم، حيث شكلوا نادي يشرف على حفلات التخرج في صنعاء ويمنع اختلاط الزملاء ويتدخل بالزي والتصميم وفقرات الحفل واللبس والتصرفات والأغاني وغيرها من القيود التي ضاق بها الطلاب في إحدى حفلات التخرج. مشاهدينا الكرام في صنعاء تم استضافة طفل موهوب بصوته الجميل في الحفل، وعندما بدأ هذا الطفل بالغناء بأغنية حب إيه حاول أفراد هذا النادي إيقافه ومنعه من إتمام الأغنية. نشاهد مشاهدينا الكرام هذا الطفل في أحد حفلات التخرج. ليش تبع على الخط؟ خلاص لا تبع على شعب، لو تبع على الخط يبقى على المعارضة لا تبع على شعب. المقاطع التي تم تداولها خلال هذا الأسبوع، الكثير من المقاطع مثل ما شاهدتم مشاهدينا الكرام، قيام نادي الخريجين بإيقاف هذا الطفل من الغناء والكثير من الأحداث. مشاهدينا الكرام هناك فيديو آخر أيضا لطالب أراد أن يشارك والدته بفرحته، أهداها عقد من الفل خلال هذا الحفل لتتدخل جماعة الخريجين تحت عنوان ممنوع ولا يجوز. قيود كبيرة مشاهدينا الكرام تمارسها هذه الجماعة على حفلات التخرج وعلى المتخرجين. الكثير من ردود الفعل، الكثير من التعليقات على هذه الصور وعلى هذه الفيديوهات مشاهدينا الكرام. خلونا نبدأ أول هذه التعليقات وهو مع رفيق النجار، ورفيق يقول طبعا ضاحكا: طيب وأربع سنين دراسة الطلاب والطالبات بنفس المدرج، يعني الساعة حق التخرج هي اللي يوقع فيها قلة أدب. رفيقنا طبعا يقصد منع هذه الجماعة من احتفال الطلاب مع الطالبات. مشاهدينا الكرام قاموا بفصل الطلاب عن الطالبات، وهو يتحدث عن أربع سنوات من الدراسة مع بعض، كيف الآن حفل تخرج لمدة ساعة يمنعوهم. التعليق الآخر مشاهدينا الكرام وهو لمحمد الشجاع، ويقول: يدخلوا أنفسهم بخصوصيات الآخرين، حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا يقصد هنا ميليشيات الحوثي التي
تشرف وتتدخل بكل شيء سواء في الحياة الاجتماعية والسياسية والعسكرية في مناطق سيطرتها. التعليق الأخير مشاهدينا الكرام هو لخالد عبد العزيز ويقول: نفس قوانين تنظيم داعش في سوريا والعراق.